السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنالك نصيحة للراغبين في الإتقان اللغوي واحتراف الترجمة، 6 أمور في اللغة والتكملة في الترجمة. أمور اللغة الأساسية التي يجب علينا أن نعرفها جيدا هي معرفة pronunciation sounds of language, the sound system. ومعانا الأصوات قلنا 3 أقسام: consonants, vowels, diphthongs. والconsonants هذه 24 sounds، 24 صوتا لو عرفناه ونطقها. وسنتعلم الصوتيات بشكل أفضل إن كنا على علاقة بالله سبحانه وتعالى. الذين يقرؤون القرآن باستمرار the recitation of the Holy Quran ويداومون عليه سيكون طريقة الدخول إلى تعلم اللغة أسهل عليهم من أي شيء آخر. طيب sounds phonetic symbols، أوكي sounds اللي 44 sounds، وبعانا بعد الأصوات syllables المقاطع الصوتية. نعرف المقطع الصوتي الذي تتشكل منه كل الكلمات، هذا الإتقان اللغوي الاحتراف symbols. بعدين رقم 3 words، كلمات، معروف الكلمات وتوظيف كل كلمة في إطار اللغة words. وبعد words phrases العبارات phrases، معانا think of work for وهكذا، think of look at ينظر إلى، think of يفكر به. هذه الفريزز تهم تسمى phrasal verbs وغيرها، بس نتحدث عن الفريزز بشكل عام. أنه معنا sounds أصوات لغة المرتبة الأولى، وأكبر منها قليلا syllables المقاطع الصوتية، ثم words الكلمات، رقم 4 الفريزز، و5 clauses اللي أشبه الجمل، ثم sentences. هذه 6 أقسام أساسية. وبعد ذلك إن عرفنا sentences اللي هي الجمل، معنا جملة simple بسيطة وcompound مركبة، compound complex وcomplex والجملة المعقدة. فقلنا sentences الجمل، نعيدها إليكم، معنا simple sentence the birds fly. the birds fly هذه يلزمها يعني لا تتعدى إلى مفعول به، the birds fly تطير الطيور. أوكي but if we say لو قلنا the cow gives us milk every day، the cow اللي هي البقرة gives تعطينا، gives us اللي object صح، indirect object، milk direct object مفعول به مباشر، every day اللي time marker علامة الزمن. إذن هذه طريقة تركيب الجملة البسيطة. وقلنا الجمل 4 أنواع: جملة simple sentence، compound sentence جملة مركبة، compound complex جملة مركبة معقدة، ثم الكومبلكس. هذه يجب أن نعرفها ونبحث عنها جيدا وننظر إلى طريقة استخدام كل جملة من هذه الجمل، ثم تركيب هذه الجمل في إطار ثقافي أو في سياق فكري لما يسمى الباراغراف والله الشورت تكست. هذه كانت الأساسيات التي تعتبر بمثابة المدخل لتعلم اللغة الإنجليزية وإتقانها. أما بالنسبة للترجمة، فالترجمة أنواع تعتمد على فصي الدماغ right brain والleft brain. إن كنت من أصحاب right brain فص الدماغ الأيمن سيكون تفكيرك تفكير إبداعي وتخيلي غير منضبط. أما إن كنت من أصحاب left brain think يعني as a left brain thinker من أصحاب الفص الأيسر سيكون تفكيرك منطقي، 1+1=1+2. فإن عرفنا شخصياتنا أيضا هذا سيسهل لنا الدخول لما يسمى بالإتقان اللغوي واحتراف الترجمة. هذا كان باختصار، وسنورد لكم مع الأمثلة طريقة الإتقان اللغوي واحتراف الترجمة إذ أنها ليست بالصعبة. هذا وتقبلوا خالص شكري وتقديري، ادعمونا، ادعموا القناة واشتركوا.